إذن مستمعنا اليوم في دوازتين اقترح لكم غريبة مع الكابل كاوكاو وزنجلان. الطريقة ديالها سهلة وكتجي لذيذة في نفس الوقت. غادي نحتاجو في المقادير جوج كيسان ديال الزنجلان محمر واحد شوية ومطحون، يعني ما غاديش نحمروه مزيان لأنه مازال غادي يطيب هاد الغريبة في الفران، وبالتالي غادي تزيد تحمر باش ما يتحرقش لينا ولا في داك المذاق ديال الزنجلان أولا حتى هاد الكاوكاو كذلك بنفس الطريقة يجينا يعني بحال فيه هاد الغريبة في المذاق بأنها محروقة. فمن الأفضل أننا نحاولوا نحمروه واحد شوية ديال الزنجلان، غنحمروه واحد شوية ونخليه، ما نخليهوش حتى كيتحمر مزيان بحال كيف كنديروا مع السلو. إذا قلنا بالنسبة للغريبة بالكاوكاو والزنجلان غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الزنجلان محمر واحد شوية ومطحون، جوج كيسان ديال الكاوكاو حتى هما محمر واحد شوية ومطحون، الكاوكاو البلدي داك الصغير، كاس ديال السنيدة كنعبروا بالكاس ديال العنبة، كاس ديال السنيدة قلنا، وخمارة واحدة ديال الحلوة، كيس واحد يعني من الكاكاو هذاك اللي تيكون قد القياس ديال الفاني اولا ديال الخماره غير داك الصغير، جوج ديال البيضات. هادو هما المقادير، وغادي نحتاجو السكر كلاصي من نوع الممتاز هذا للتزيين. فالمقادير قليله، قلنا جوج كيسان ديال الزنجلان محمر واحد شويه ومطحون، جوج كيسان ديال الكاوكاو حتى هو محمر واحد شويه ومطحون، كاس ديال السنيده نعبروا بالكاس ديال العنبه، خماره واحده ديال الحلوه، كيس واحد من داك الكاكاو يعني ساشي ديال الكاكاو اللي قدو قد الخماره ديال الحلوه، جوج ديال البيضات، والسكر كلاصي من النوع الممتاز باش نفندو غريبه. طريقه سهله، ضروري قلنا هو اننا ناخذ جوج كيسان ديال العنبه ديال الزنجلان نحمروه واحد شويه، ما نخليوش حتى كيتحمر مزيان لانه هاد غريبه غادي تطيب في الفران وبالتالي غادي يزيد يتحمر هذاك الزنجلان وهذاك الكاوكاو. فناخذ الزنجلان، ناخذ كذلك الكاوكاو البلدي داك الصغير، وغادي نحمروهم في الفران اولا في المقله، نحمروهم يعني واحد نص تحميره غير واحد شويه، يعني غير واحد شويه يتحمروا، وديك الساعه غادي نطحنوهم بالطريقه العاديه ونحتفظوا بهم. جوج كيسان ديال الزنجلان محمرين واحد شويه قلنا ومطحونين، مع جوج كيسان ديال الكاوكاو حتى هو محمر شويه ومطحون، كاس ديال السنيده نعبروا بالكاس ديال العنبه، خماره واحده ديال الحلوه، كيس واحد من الكاكاو، جوج ديال البيضات. بالنسبه للطريقه، الطريقه العاديه ناخذ واحد الاناء غارق واحد شويه ولا قصريه اللي تكون صغيره باش دغيا نتحكموا في المقادير، وغادي نديروا جوج كيسان ديال الزنجلان محمر واحد شويه ومطحون، غادي نمعكوه بالكف ديال يدينا مع جوج كيسان ديال الكاوكاو حتى هو محمر واحد شويه ومطحون، غادي نضيفوا لهم كاس ديال السنيده، نضيفوا كيس واحد من الكاكاو، نضيفوا كذلك جوج ديال البيضات وخماره واحده ديال الحلوه. كنبداو نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم مزيان، كيتخلطوا يعني كنبداو نخلطوا ومباشره يعني كيتجمع لينا، بمجرد ما كيتجمع لينا هاد العجين ديال الغريبه صافي كنشكلوه على شكل كويرات، يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم ولا على حسب القياس اللي بغيتوا ديال الغريبه، كنديروهم على شكل كويرات وكان يعني كنحاولوا يعني نبسطوهم ونفندوهم في داك السكر كلاصي، يعني كن نهزو كمية كتير يعني كنغطسوها مزيان في هذاك السكر كلاصي من النوع الممتاز، يعني حتى كتاخذ واحد الكمية من هذاك السكر كلاصي، ثم كناخذو يعني لاطا ديال الفران اما ندهنوها اولا نفرشو من الافضل يعني بابي كويسون ولا ورق سيلفوريزي ولا داك ورق الطهي، وكنستفو هاد غريبة يعني متباعدين وكندخلوهم الفران. الفران دائما كنشعلو عليه من الفوق يعني، ومن بعد ملي كنشعلو يعني كنسخنو الفران من قبل، ويعني كنكونوا ملي كنكونوا شعلنا الفران يعني اكيد انه ملي كنشعلوا الفران كنجهدوا العافيه، ولكن ملي ندخلوا هاد اللاطه ديال الغريبه للفران صافي كننقصوا على العافيه، كتكون مهيله وكنخليو غير الفوق هو اللي شاعل، كنخليو حتى هاد الغريبه كتشقق يعني كتحل يعني كتشقق، عاد ديك الساعه كننزلوها من الفوق يعني كنطفيو الفران من الفوق وكنخليو العافيه غير على التحت باش كطيب من مورا، من يعني ملي كتشقق لينا هاد الغريبه ما كتحتاج للطياب بزاف من بعد. فضروري قلنا الغريبه هي الفران، يعني الغريبه اما نديوها الفران ديال الحومه يعني داك البلدي ويعني غادي طيب يعني عادي، اولا ممكن ندخلوها في لاطا ديال الفران، قلنا الفران نسخنوه من قبل ومن بعد يعني ملي كيسخن مزيان كتكون حراره مرتفعه ملي كنبغيو نسخنوا الفران، ملي كندخلوا هاد اللاطه ديال الغريبه صافي كنقصوا العافيه تكون عافيه مهيله مشعول عليها غير الفوق، يعني غير الفران غنشعلو غير من الفوق، وكنخليو حتى كتشقق هذيك الغريبه يعني كتحل، وعاد ديك الساعه كنطفيو العافيه من الفوق وكنشعلو لتحت وكنزلوا لتحت كنخليوها حتى كطيب، ما كتحتاجش لطياب بزاف، كيجي اللون ديالها مغامق يعني واحد شويه لانه فيها هذاك الكاوكاو فيها الزنجلان حتى هو اللون ديالو غامق وفيها داك الساشي ديال الكاكاو، وكتجمع بكل سهوله، وضروري اننا نغبروها مزيان في داك السكر كلاصي من النوع الممتاز للوجه ديالها، ومن بعد كنبسطوها ما كتبقاش على شكل كويره على شكل غريبه، كنبسطوها واحد شويه، ونتمنى تجربوا هذا الاقتراح وبالصحه والراحه.